وسط انتشار أمني كثيف من قوى أمن داخلي وشرطة مكافحة شغب وجيش، وصل عدد من سكان منطقة عين نجم عين سعادة اعتصامهم احتجاجا على مد خطوط التوتر العالي في سماء منطقتهم. لم يغادروا هذا الموقع منذ أكثر من 24 ساعة، تناوبوا على الحراسة وأبقوا الطريق مقفلة حتى عند بدء ساعة الدراسة في القلبين الأقدسين، مما اضطر العديد من الأهالي إلى اصطحاب أولادهم مشيان. اللي عم بيأكل العصي مش مثل اللي عم بيعدى، نحن قاعدين، نحن بالبنايه اللي ساكن فيها أنا بيبعد 150 عن بيتي 10 أمتار، عندنا 3 إصابات كونسير. وكما في اليوم الأول انضم طلاب المدارس المحيطة إلى المعتصمين، فأتوا من مدرسة القلبين الأقدسين والحكم الفنار والوردية المنصورية، سلكوا الطريق سيرا على الأقدام من محيط عين نجم الذي تحول إلى مربع مقفل بالسيارات والأسلاك الشائكة، وقفوا تحت أعمدة التوتر وهتفوا ضد مشروع يقتنعون أنه يهدد حياتهم. كل هذا تحت مرأى من العمال الذين أمضوا اليوم من دون أن يباشروا العمل. بدي حي الدولة اللي بعتت لنا جهاز أمنا، نحن جهاز الحياة، منريد لأطفالنا ينعموا بسلامة الصحة. يقول المعتصمون إن احتجاجهم لم يأتي من عدم، فهم أجروا دراسات علمية تؤكد نظريتهم مدعمة بدراسات تدافع عن مد الخطوط تحت الأرض. 40 دولة اجتمعت وقالت إنه التوتر العالي بيأذي الناس، كل مناطق لبنان يتفضلوا يجوا يمرقوا تحت الأرض، في 3 كيلومتر ممكن إنه يمرق فيهم التوتر العالي تحت الأرض، والأمور الباقية بتصير بالتوافق والتضامن مع الأهل. 24 ساعة إضافية أمضاها سكان المنطقة في اعتصامهم، وهم سيلازمون المكان لـ 24 ساعة أخرى لمنع مد خطوط التوتر العالي، لكن هذا لا يعني أن القضية قد انتهت عند هذا الحد، فالقرار بتنفيذ المشروع أو العودة عنه لم يتخذ بعد، وبالتالي لا يعرفون متى قد يجددون تحركهم.